يعني اجتماع اي سميني دتك المسلمين تي مالت عرفه يا دويلة انت كفل اقصن يا مسلمين او الهي بريا او مدوى البابا هذي سو شيغانا يعني وحوى الهي سبحانه وتعالى مدوى البابا لغدها كالدول يا دتك كالدول يا دويلة وذا جوبا يا كوى عرفه اسمه تجي ملايين تهبا مد والبوحة ودي سنة إلهي سبحانه وتعالى ومغلق وعلى كنت سنة سأقدرد إلهي سبحانه وتعالى يا ود أولي يا هاي مخلق أنت على إيه وهل كري أمر كري وضع مغلوم وعلى من نمت كجا خلد مينين باهينا باهي أنا كجا خلد مينين عرنا عرنا عنو كمشهورين عينين يعني واحد وهي إله هو السميع بصير وهي اسمها دي سأي كم تهاي إنه يا السميع يعني واحد وهي حلال جميع الأصوات وإله سبحانه وتعالى وحكم رسول المجر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلهي أوجي هاي إيش وحكي يا مينس يا وح لعبت كفر صور لعبت أقارن يسوع وحتى مخلوق معك لعبت كأولي آن الجري وما كنت نام كأوضة فديرة وخر بقل بي سحبك كجوحي قف معك فدي أبوه لكن إلهي أوجي سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرك الفواد إله بقى سبحانه وتعالى مهضلة سأولا لك إن شيئي قصد نرسي سوق النوت أولك مهرين بشد الحجة ولبنا ضد بضن أو يعني وحوية أي كفا إذا يستاهل أكذب بدن إسكيت لأن قفلت وأنا وروحي نبأك أي محمريا يبش وأنت مريسو يوحى فضائل يأجر وحى مجرى رتي موضوع عن دام الصوم وغض يوم عرفة رتي ومالن أدي أذوين ويوم مشهود سدوكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومالن إلهي سبحانه وتعالى وكرميه ذات المسلمين تا وأي كوضع وحيان معنى تاسقي ما هي إلا هذا هي شرفك إلا هذا أما هان الله ذات البلدان إيا مع الشواوين إيا حاجك أما قوة كلا عاد يقو دي نسيبك وهرين اسكتشوغا يعني وحوية هيروه دي وما لنا المسلمين تا ولا نكدرك سيهين قيمة إيا حرموين أقوله ولذلك با إلهي سبحانه وتعالى وقرارة مالنتن كان هذا يقول هذا إسلام كدرتين وفي سورة البروج الله سبحانه وتعالى وحي والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود يعني وحقول عرنا يا سمضة هي أبنجت هذا ويعني وحوية إلهي سبحانه وتعالى ولي واليوم الموعود وحنقول دارنا يا مالنتا يعني وحوي الله بلامي أما إله سبحانه وتعالى ويباهي خلق قدر للسوق كين أيوم وشاهد ومشهود يعني بد مرخاتية هي بد لصراحة حاضرة ولا قري ما دو أي يعني نقول دارنا يا بيد الله سبحانه وتعالى مركا مالمهن يوم الموعود هي شاهد هي مشهود وعفصر عد وحفصر تعد وعقوب النيد والنبي عليه الصلاة والسلام سأقص عن حديث كإمام ترمذي ورينا يوم لقوري أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحول النبي عليه الصلاة والسلام اليوم الموعود يوم القيامة ما لنتها يوم الموعود إلهي سبحانه وتعالى قدرته وما لنت قيامه إلهي سبحانه وتعالى دعو الدومي سكر من أيوم إلى النبي الله آدم عليه السلام إلى كوضة بعيا إذ يدي سكر مذا أي إلهي سكين أيه ساسو قال الجنك يا ملائكتي يا أردن حتى مخلوقات كي كله أيه وان حساب راه بالصو صاريا وشاهد ومشهود والشاهد يوم الجمعة من النبي عليه الصلاة والسلام كما خاطئ إنه ومعلنت الجمعة ومشهود نوى يوم عرفة مشهود نوى
ما أنت عرفوا لرسولك عليه الصلاة والسلام مركب فرد جاء إلى هذا اليوم الجمعة والصيف بذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له ولا يستعيذ من شيء إلا عاده الله منه حلي رسولك عليه الصلاة والسلام عذاب النصر بحره ومر دعه بارك فرد بدن مالنت الجمعة وحكو جل الساعة أهو وافقين إلى دون مؤمنة أو إلهي وحوي دي سنة أو خير إلهي كبر يا هدو جل إلهي وكاق بلا وصية ما جل من إلهي ملن قليا أو كم ملن قليا الشيء معبسي وكبر أيها النظر أما وحضا لها هذا إلا عاده الله منه إلهي وكنا من قليا بول رسوله عليه الصلاة والسلام marka yoomo mashuud bay nu suunay wa yoomo arafa wa maanta ilaahay ku dhaartay ilaahay ayuu ku dhaartana makhluuqadkiisa wax kamida waxa ku tusanaysa qiimaha iyo mkaanada uu leeyahay yoomo arafa marka la eego xujaajta wa maalin wa rukni istaagitaankeedu waa rukni kamida arkaanta xajka oo qofka uu rukniyaasi dhaafo xajkiisi uu baabaa kaba kama jira waqtiga arafaduna wuxuu ka bilowdaa maalinta sagaalka ay bisha carafa tahay markay cadeeshu zuusho ama ay duhur ka dhaafto ilaa inta uu waagu ka bareeyo ay waxaan ku lahaa habeenka ay bisha 10 ka tahay ilaa waagu ka bareeyo intaas oo dhan ayaa carafo ay yaani waxa weeye taagan tahay weyn saadarta ay qofku markaa fursad buu haystaa dadka inta la eeg uu ku soo taago markaynu xaajiga ka warramayno أو يعني وحويا دارهم لاس وجودية فعن واحد لقى وريا عبد الرحمن المو يعمل كلية هاي واحد كطيب قال لي حج النبي عليه الصلاة والسلام تتندد بأوي بدرسوك عليه الصلاة والسلام كاسة واحد هذا يعني وحويا أعماش حج وحويتية نبع الحج عرف حج وعرفه حج وعرفه من النبي عليه الصلاة والسلام مرقف قال هبينك عرفه تاريخ قرحة صوابهن وحاوة يقفل حكي سيقول ما يسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام حيا الله مكا يوم عرف أي غريب قلت أي وحوي وأي أيامها كلا يعني وحوي وقت يقرر في قد وانت هاي وحي لو سألنا هاي بارمها كلا أوردا وحا مرأيها بيك دين مالين لشيغي يعني واحد ويان قل لي هم ما أنت ويوم الجمعة واحد رأيها بينك دوي تنا واحد ضم بيساء ما أنت أنا وساسوي ما هقول لك قبل كده ما أنت سوي نسيني لكن واحد يبغى يوم عرف قد وانت هاي يلا ما أنت صهرس هبين كده ما هو ضم بيا ومعنا واحد ويان ما أنت هاي بيشو سجال كتهاي ويوم عرفة هبين كبيشو أي ترون كتهاي أنا وينو يعني واحد يقول يا دروب إن عيد إذا صبح إياه نسيتها في سنة نلا واحد كميت هاي يوم عرف كوا يا بها يعني أي كذا دوان تاعي حنقول هذا ما ما حصلنا تكاله أي كميت هاي أو يعني واحد ويا يعني واحد ويا داي سنة بعض أي شيء أو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أي وهو ورنا يا نبي عليه الصلاة والسلام هي أن لو يم كاسه ويدي فضل قايلة ده هاي ما لين تعرف بركة يعني واحد ويا ما لين تحس استعجتان كيدو عرف الله استعجيا بورتا عرف الله إلى الاستعجيا إبلا ما يا ما كي عدد سوشو صلاة الظهر اللي تقدو إلى هبين كاس يعني واحد ويا إدي دون إيسا أما ده قريب كم ذا جوج إيساي وأروح نقايم شغنا إنه كم دي هاي أركان تحجك لا أنت هنا أعرف حد كوس عنين فضل وين هو إلا ذا مركا يستاجتان كاس ليستاجيو عرف الله جوك سنية بعرف شغنا بقى عليه الصلاة والسلام حديث كاس حاب ويدي وحكوري أما وقوفك عشية تعرف استاجتان كاس استاجي سو يعني وحويان عرفة قال لي كذا ضمبي ما أنت عرفة أما هبيك عرفة جوك سنة يسو عرفة جوك سنة يساي يعني واحد كان سوسي ليسا
هبينك واحد سيد الإله سبحانه وتعالى سماء الدنيا أي مدى طبيعتنا وحوقفنا ملائكة تيسا وحوير هذا عبادي جاؤوني الضوام هذا وي مدى شعفا إيغو يعني وحويا بصاصا بي مدى ومعنى هذا تمي حاج جمع يعني وحويا طوفا أنا يحبا كده ضادنا يمكا إيغو بصاصا بي له أي مدى من كل فجر عميق وحي كلمة جهة كسطة ودودة كاملة بيكسوا صفرين ويمادين حي ويمادين يرجون جنتي وحي دونيا جنة ذيني قرام فلو كان ذنوبكم كعدد الرمل من مكة الله سبحانه وتعالى هدي عيد يعني واحد دنبيين من أيهين وقف دنبيين سويهي انت عيد وعي ترى لكتها إيدو أنت ترى لك تهاي إيدو نفيل لو ترى أنت ترى لك تهاي هدي قف قدام بجلس وقالوا أو كقدر المطر أما دمعه الروم كهدي ترى ذو قاران أو كالزبد البحر أما بطة يحن بدأ إذا هدي قاران لغفرتها ورافيا بولي الله سبحانه وتعالى ورافيا وضو ماذا هكا يمدي إلهي سبحانه وتعالى صوب وقضي إلهي سبحانه وتعالى كله يدم بولا رافيا يتنوح إلى هذا إلهي أفيد عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم نقاق مرحة إفادة السماية إفادة مرحة لقصوا نقاق عرفة مستلفة لقصوا صعبة قل قلقاء داتك الموضوع أي داتك حجاتي داس دبقر أيها أي إفادة الله إلى هذا نقاق إلى مرحة الله سبحانه وتعالى والذين تبدافع إذنك إيا ولمن شفعتم له إداد أشفع عقادين أما إلهي أمر إذن ولذلك ما وحص النظر كم إذا أفك حاجك أمر تقي أما دي دائمك تلفونا والله يا والله يا يولو وضع الله يعني وحبا إلا ويتيستوئب إلهي من دمنا في كسو ويدي وكسو دعي وإما يقام كاس أما عرفي استاقتار كيدو ومن آدي آدو قيمة بضن سادرتين بأن نبه الله عليه الصلاة والسلام إلهي وعلا ذا الدور مضى يدي ونقاقا وإلا يدي دمنا في إذن كي يعد هذا إرقيسين أما أذي الله أبر ذاما يجب أن تنبقى ذي ولا نافع بركة وفرصة هي تشارس بيه ودواك النبي عليه الصلاة والسلام عمر الخطاب أي أوي من نبي عليه الصلاة والسلام كاسا وحكول يا رسول الله وأن حجك ما تقري نبي حكول عليه الصلاة والسلام أن نجي إلا أوي دعاء هذا ونبي محمد عليه الصلاة والسلام أنت أصب قرب كفر لبداية عمر نبي عليه الصلاة والسلام هذا رأي الله يهي دعاء هذا النقي الله مركا وشانس وفرصل وي دعاء هذا مركا بأن أنت عرفة هذا يا آل أي يعني وحوية أقبلتاك ظهورا كبداية هي وأن الدعاء هذا الذي عيسته وفضل بذنب لنبي عليه الصلاة والسلام وأن دعاء سجل رسولك أنه عليه الصلاة والسلام وأصاب بن الزيد أي النبي الراعي عليه الصلاة والسلام وعليه النبي قال هاشي صلف وشراء كذبنا عرف أن جوني نبي مكة ودعاء سني إلهي مبري سبحانه وتعالى هاشي مكة وعيرتي يعني واحد ويا تاجدي فراء بنيت ذي تنافع جانك وادعاء بوده جانك كحنا أي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لبدي سجع مرمت كملا أيوه جاك كل عاية وصابر صديق تي كلام مود جنيني إلهي بكبر يقول لي يا رسول رضي الله أيوه لي يا أسامة رضي الله تعالى عنه كان أنت جنين حتى هذا وحكسوا نحك له أيوه قلت سنة صلى رسولك عليه الصلاة والسلام وآل مود ذالي وحلا مود عايستنا وحاو وفض البضن سيد النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة دعاء وحاو وفض البضن دعاء للدعاء يسمى أنت عرفه لرسولك عليه الصلاة والسلام وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل أنا النبيين إقهري وحقوا ناكسنا أنا كنت عيسنا أنا وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والتوحيد كاسوي الله سبحانه وتعالى ربه إلى لماذا يواحد لماذا يكل لماذا ولقراء هنا سلم ويعدك رأى حق إلا عابدهم نار الجنين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ملك يالله عن شهر دم هذا اسكره إلهي بعلى سبحانه وتعالى هذا ورنمنا إلهي باسكره وهو على كل شيء قدير والدخل قاس عرب وكفه ضد بضرنا نقمي
أيادي جيرك ورديان وأفضل الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام لو دعا يسو حقف يسو يدين لما كان دعاء دي وحي نوح نقالنا إن قفل من هذا إلهي وحي سي إلهي وحي يعني وحي إجاب البالي أو يعني وحي قفل ضرب قاسم أيوه هل كان الذكر يا أمان إلهي سبحانه وتعالى هي التوحيد با لحصية وأنا دعاء يوفر لبنيد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لماذا الله بات جوابات ما يكبحي من وحوية إن أمانة إلهي لأمانة يبا ذي أطاق باهب لي وضب لي إلهي لضلت هذا هو أوجيه سادرتين يعني وعرض بالين وصر بين وقفه رباء إلهي سبحانه وتعالى إنه حكاها رب إلهي سبحانه وتعالى ذا دوكي سو قرن يا سادرتين بو أبا المرد هو ينصينا يوم وحكى لو جرى حديث رسولك عليه الصلاة والسلام لقول يوم من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي سائلي حديث الترمذي الولي رضي الله تعالى رحمه الله وليه النبي عليه الصلاة والسلام وفق الذكر جيجا هي أمانة إذا كم مشغولية إلو حلوي دي السوء وباهي دي سوء كهر الله أنا حسك عدة وكم مشغولية وحسينا يا كل ويدي ويدي سنيا وحسيه وحكبرنا يا سينا يا بود الله سبحانه وتعالى إذا مركا ذكر جاس أي أوفر لبدر بول رسولك عليه الصلاة والسلام أنا وحنا دارو يا بيدي إيجار رئيسي وحي هذا وأنا دعوي كما قال الرب إن كنت عيسى المالن تعرفه وعرف كنا يكون بطل أي كم تاوي مالن تعرفه مركا إنه إنه قال هلك الجولة وحيابها يذنع إنه أنتي كذا قريب غاضن إنه فرصة إنه يعني واحد كجفا إذا سنة إنه وحوي إلا صوم أو يعني وحوي إن مالن تاس أي نصومه وأهل كنا نصوم إنه وعروت إيوه إذا صوم كرتوا إلا صومي فاللي بدن أيه كجرا وحديث ورينا إمام مسلم رحمه الله صحيحها والنبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة كفر سنتين ماضية ومستقبلة يعني ما أنت صومتان كما أنت عرفة لصومه وحال لغو طافة وأطولك لغتر تراد الوتيسة سنة تيتقي هي سنة كصوص عذبه لرسوله عليه الصلاة والسلام وصوم يوم عفشورا يكفر سنة ماضية صوم كما أنت عاشورنا وحي السجن أو كفارة ويهي دمك لغد عفية سنة تيتقيبه لرسوله عليه الصلاة والسلام تسوى سيبوهية حيا الله حصل جار كار الله مع عابي بكمل جاي صامه وعند النوقف هذه السنة روبانية واحد كلوت ردة واحد كجرتها تركي معلومات النبي مشاري عليه الصلاة والسلام عمل كلا قبنا جاي إن الجريد معلومات وكف اللي بدأ إلى هنا كجعل جاي ومعنا صلاة هذه تكن يسي أول ما تكن يسي ما أنت ويكاء شر بدن تاي صلاة هذه تكن يسي وقت هذا كله صدق هذه اللب حيسي ويكاء شر بدن تاي محمد هذا ذكرية ذكرية سوكا أجل بذي ورسولك يعني واحد يوكلها ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قال رسولك عليه الصلاة والسلام مجر ما الم عمل كونك سنة إلا قبطه وإلهي كتش عليه ما المها التركة ويكفل بذي مركة عمل كلاقبنا يواكيه روح لكن يعني واحد يفضل قولي فضل يا عماش أيها كبضا إلهي لكتش عليها سبحانه وتعالى صلى رسوله الشيخ عليه الصلاة والسلام إلى إلهي سبحانه وتعالى دي يختار ما يشاء وحضه نوم سقع دورته ما رمى يسقع كلا فضلي أو كلا سريسيي ماشا إنه قبنا إنه أكتر كيه يسقع كلا بذيي لا يسأل ما يفعل وكاس رسولك واحد كل هذا الصحابة رضا الله عليه ولا الجهاد في سبيل الله الجهاد ك ودي واحد ويا المدحيل كجرتا ودينته ذا الدفاع عن إيسا ودقال كتاقا أو هنتدو ذا يمالك إيا محاكل النفتو ذا يعني واحد ويا الدقال كجر يا هاي دقال كان هذا ما الجهاد في سبيل الله أنا قرآن كي يسونه وألكي قارسية وقرانين كعمل كان صاروتي إياه لآل قوينا وحبين إيا مالنا يكون فكرة إيه أي واحد أو الجهاد كنا كما فضل بطنمية ما المهن عمل كالقبانيو
ولا الجهاد في سبيل الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام جهاد إلهي تدكس لو جهادنا كما فضل بدنا اللهم إلا عكسر يبي رجل نن خرج بنفسي وماله وأنين مالك سي كنت قالت لي ما هنين مشار قاطعه يعني واحد وياه لفن قريه أو الهول قريه وأنين هتلي سي وطلع فوقاتي هديت هاي جديد كيسي هديت هاي سهيد كيسي هديت هاي قوري كيسي وحيارا يا النفطي بقى فلم يرجع من ذلك بالشيء وانا رب صورهني نفطي وين بحدي هتدينا وراها كان مويان انت كالرد سيكفل البذنب من ابو عليه الصلاة والسلام وحتى هدو مجاهد سوء بوليس وقال كسوى الله وهو صلى الله عبده اما يعني صلى الله عليه بيته وكل ما وايه كما فضل بطنه يعني مسوا قاريه سيد حديث رسول عليه الصلاة والسلام تلمامه ما انت عرفة احيابها الا اذا هي روح السجوحة كاملة وما انت الى هاي بلنك كقاضي أولاد النبي آدم عليه السلام دبرك النبي آدم أنت لقى صو صاري وإلهي أنتم الصحيح دبرك يصير لقى صو صاري دبر تنادت كأولان يعني واحد إلهك وقدم بيا أولاد النبي آدم أنت لقى دورا إلهك هو يصاب ودرا يعني نملي ساها أي إله مير سوق يعني كدي من أول على صو بربكم هم بيجي معه ها بيجي وغير التوحيد وأنا هلك في درة يعني واحد ويا رف وكل درة النبي مشي عليه الصلاة والسلام أي كتم أدوي. هذا حديث كاس يعني واحد ويا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكبر النبي عليه الصلاة والسلام وحري أخذ الله ميثاقا من دهر آدم إلهي سبحانه وتعالى أولاد النبي آدم أهدي جي بلك قاضي نبك النبي آدم بالنعمانة ماشى النعمانة ليلى وعرفوي. بوطا عرفوي هلك يعني واحد وياه ده لو سووري يوم روا يوم عرفوي ده وتناو خصوصا روا حلا واحد ذريعة دبر كيس كتشري ما إله خصوصا راي أنت النبي آدم عليه السلام دبر كيس الله مصعي فنثر من بين يديه ده تلا إله سبحانه وتعالى وكفر دي النبي آدم هو تيسي كذر يضع الموضوع يعني واحد وياه ده حلو يعني واحد رب جي واحد عاصر قراء هذا موجود أي الله هو صيرك ثم كلمهم قبلا ترى إلى حق هروك الله علي حكوا لي ألست بربكم ربي جي معي قالوا بل أشهدنا ها بيد ها إلهي واتهي خاتبة كنايبي تامك أيضا في سورة الأعراف كنت تصدح أيضا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم نفتو ذيكم الخاتو قدقي نحوكو إلى ألستو بربكم ربك إما هاي قالوا إلي بلا واتا شهدنا وخاتبا كان نعيب إلى ذلك حسنا لو يريد أن تقولوا يوم القيامة لألا تقول سيدا نورا إما لنت قيامة إنا كنا عن هذا غافلين أنك أردت وقم عن هينين إن قيامة جرئي رب العابدو أوضع عبادة نقول إيو وحاس إلى الجيران ورمانا هاي النساء إذا قيامه ورا بإله سبحانه وتعالى وبلك هذه كقاضي أو تقول إنما أشرك آباؤنا أما إذا أورني أنك الشرك كان وحن الله الرئيين والدين تيدي إيا ذات فيها كسوة تفير الني وكنا ذرية من بعدهم أنا قلت تفير تهديبان هاي وحده ديبان هاينا أفتولكنا بياد نوح لقصة بما فعل المبدلون وحل النوره الرئي أول محلي أول يعني وحل يندد عبد الرب تاجنا أي أبو رام إله يوم يادنا قل عقابي سنساء إذا رؤرني باب الدمانت اللي دين كان وي كي وحنا رأيه كي الله دائما وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ساسا أيضا هو وعدينا سي إله سبحانه وتعالى وصل وضع ما لنت عرفة وما لنت إله سبحانه وتعالى ودينة الإسلام لما يستروي دين توعي بسوء دقي سنة بقى عليه الصلاة والسلام صلت أي الله تنسى نظر اقرأ وقوه الرئيسي آياتك كل بقار با إيمان أي كل بقار با إيمان أي واقع هذا اللي جوغ الله كان قاضي إيا ست تشريع دي أي وفو ليان ومدى مسلمين تبروه سي تدريجي أنا ما ترتيب ترتيبه لكن ما لنتي عرفة ونبو جوغ عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع هي شرعي قال السوق بقبيل وصيد حديثك هو أن ورينا يو أن تابعي قال إن عمار بن أبي عمار
وليه عبد الله بن عباس بقول آخر آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طبعا هنا إن يهودي أكفدي ابن عباس أي وحوري لو نزلت هذه علينا لاتخذنا يومها عيدا. أدي أن يهودا هان آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم مالين تاسي مالين عيدا بيننا الله يدبي مالين نقول بين الله ابن عباس يقول فإنها نزلت في يوم عيد أن عيد بين بسود يكتبي محمد الله يوم عيد بين بسود يكتبي في يوم جمعة ويوم عرفة تاسي اللي بعيد كل أنصتي مالين جمعة أولي وبي مالين تراي عرفة تاوي أيان هان لا الجمعة هاي أي سود يكتبي أي مكة ابن عباس صدق أحمد بن حنبل الحكوري دار ابن شهاب عليه ني يهودي يقول بدا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فهذا صحيح حاجه كجرا كاهو الترمذي باورينه مركا حكون يا امير المؤمنين انكم تقرؤون ايه في كتابكم كتابك ان واحد اخر دار ايه هدينا وسو دغي لها ان معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا ما لنت عيد بان كدغ الله إذا هي كبير الله وآية وأي آية تقول لك عمر رضي الله تعالى عنه ويا آية سواتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. عمر يقول والله إني لا أعلم اليوم لا بقدرنا يا واحد قرنا يا مالنتي أي سودكتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سودكتي والساعة التي نزلت فيها ما أنت أسكرف حتى صعد ما قرنا يا أبو يا جوزك النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عشية عرفة وعيسودك تقل ذنبه أو عرفة في يوم الجمعة ما أنت جمعة أي سودك تي الحمد لله رمض بعيد بالنوي يقول مكة عمر رضي الله تعالى عنه أخوان في الله يعني اجتماع سمعني أدتك المسلمين تي ما أنت عرفة iyo dadweynta inta ku filaxsan ee muslimiina oo ilaahay baryaya oo mid walba baahidiisa u sheeganay yani waxa weey ilaahay subhanahu wa ta'ala mid walba luqadaha kala duwan iyo dadka kala duwan ee dunida wada jooga iyo kuwa arfa isugu tagay ee malaayiin taaba mid walba waxa weydiisanayo ilaahay subhanahu wa ta'ala u maqlay وعلى كنت سنة قدرة إله سبحانه وتعالى يا ولد ولي هاي خلق أنت عليه وهل كري أمر كري ولا مغلوب وعلى من نمت كجا خلد مينين باهينا باهي أنا كجا خلد مينين عنا عنا أنا كم مشهورين هينين يعني وحوي إله هو السميع بصير وهي اسمع دي سايا كم تاي إنه يا السميع يعني وحوي حلل جميع الأصوات يعني وحوي مغلوب وأنا من نمت كذا يعني واحد ويا خلد من وصلاس يعني واحد ويا ورص على وربي هيا الله سبحانه وتعالى حالات كستوا إنه كتشروا يعني كستوا إنه يعني واحد ويا أي كسر لنا هاي أي يومية إذا مركا قرب وينه تحدر ويقرب سكر إلى اليوم إنه إله سبحانه وتعالى ميل آمه لك أهين وقواره وإله سبحانه وتعالى وحكا رسول المجر يعلم خائنة الأعين وما تطفي الصدور إلهي أبي هاي إيش وحكي يا مينيس يا وحا لابت كوكا رسول لابت أقارين إيسو وحتى مخلوق معك لعدك وقيان الجريم وإما كنت نالك وضفت لذا وفر بقلبي سحبك كقوحي قفك أكفر يا بوغا لكن إلهي أبي سبحانه وتعالى لا صعب كبر هيا وان كرودية دي مكا دي وناك إيو خير وكوكو جلانا إلهي سبحانه وتعالى الله صعب دي واحكا لا يكوكو جلانا إلهي وقوكي هاي إذن مركا وحلور بها هيا هاي إنو وانا في الله أي إنو كفا إذي سنو يعني واحوة يا مال باس وانا فرصة باس اسكبرو منين روتي و أيامو آذو قيمة بضن و أيوه الرئيسو يعني واحوة يوم تروية ومالتا حجاج وهي بابا حياني من التقياني هكا بيها الورد على الصنع يوم يعني وحوية
ويوم الترويه وما انت سيدي وما انت جمعها اي نقعد وانت سابت الترويه وهم العابين وهاي الشيخان علماء الله تفسير بين الشيخان بدوا يعني واحد ويا ترويه وابي دامس وده لوكا وقت اللي هو رمشي بيها المال ومتوفر داهي حجاج الرفاق بدل بين لكل مجرين إذا ما كبيها ولا سيدا سنشري أو من على سيجي سنشري سي يعني واحد ويا يعني اللي مالمه حيجة أوردر أيها هل كان لجوي دورا أو أيام منا أيام ما عند رحتور يعني واحد ويا يعني أيام تشريقة جات من إذا كان أنا يعني مركا بيها على سيدا سنشري مفهوم كفر أبو ماشة جي سنشري تقدر تبى الله ما جعوي يوم تروي وأنا ما أنت سديدا ده لا بابا حي من الله سيوين الوي تنا عرف الوجود مين تفسير كلا أيها جراء ورنايا نبي الله إبراهيم عليه السلام أيها سين وقار من أي يعني وحويا ذي قصة النبي إبراهيم مركي ورياضي أو كل رياضي إن كيسة سوى دورعي رياضة أمريكا الروسية رياضة أمريكا وحيوي مكابيتي كواد أيو يعني وحويا مركو صوت وصي أيو كفي كري وروح ما يعني واحد ويا الرياضة الصحة هاي بي هاي مساء يعني واحد ويا مركب مالتي ولا بوف كري من ضروع الفجر إلى يعني واحد ويا قل لي كده ما أو يعني واحد ويا ترويجا ترويجا يعني واحد ويا واحد ويا بلا وفكرة دي وفكرة النبي إبراهيم عليه السلام ساس الله هم العوام أنت فكر كون النبي إبراهيم فكري كذي بدأ أبي كده ما واحد عطيه مرة بعد له علي ساتو ترجو عاد كوجاري هنا كيس صلاو وصل بنيه مكا وحكم بالعربيةنا يوم التروية مناسبة ذاكله أي لا ذهاي أنتي كل ده تحجاتي آت وخصي ساي نجى لكن وها لنقول بهاي هي ما دام عرف يكون يكتب ما لين جمعنا أي تاي إن ده ترك مش بشد الحجنا أي كم تاي نبي مشجع عليه صلاة وسلام فلقى إليه إن المفسدنا كفايدة السنة وما ننسى جمعنا وقت بدن أي نصينا وساعدها ساعة الإجابة هنا أي نكون ذلك خيرا وحلا يهي وقتي هذا أنه كفا إذا يسمنا عمر هو قابل يهي دقيقة ذو يعني وحا ويا قيب قابل واحدة إلى حضاء دقيقة ذو يسكول تقيبات حواصل من ضدها تريم يعني وحا ويا المكاثوس تكتب يعني وحا دقيقة دقيقة هيا عمر قابل أو كوب حساب سيء إلا يكتسر حساب سيء وأنا لقى الحساب تمي وكان كنت ذلك إنه دعاد إلهي بضينا الله سبحانه وتعالى إنه كبقنا إلهي إنه يدي السنة من ذنوبتين ندافه ذنوبت والدينتين ندافه إلهي سبحانه وتعالى لما عندك مسلمين إلهي سبحانه وتعالى إنه حقه وكسو عليه وحقه وفجيه الله موفرنا لهداك واجعلنا عملنا في رضاك يا رب العالمين الله محفظ الحجاج في حلهم وترحالهم وردهم إلينا سالمين غانمين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين اللهم أحينا على أحسن الأحوال التي ترضيك عنا وأمتنا على أحسن الأحوال التي ترضيك عنا اللهم ارزقنا الثبات حتى الممات اللهم احفظ علينا اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في فلسطين يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا معزلا يا رب العالمين اللهم أيدهم بنصرك وجنودك كما أيدت بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم في يوم بدر اللهم سلط على اليهود ومن عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم إنك على كل شيء قدير اللهم إنك على كل شيء قدير اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من عقوبتك والنار اللهم اغفر السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.